مساء الخير. كثر الحديث مؤخراً عن الفطر الأسود بعد تأكيد وجود إصابات بهذا المرض في سوريا في مستشفى المواساة تحديداً، وحدها في 20 إصابة، وتعتبر المركز الرئيسي لعلاج الفطر الأسود حسب تصريحات مديرها. اليوم سنتحدث عن الفطر الأسود، نشرح أسبابه، أعراضه وكل ما يتعلق به، والأهم لابد لنا من الإجابة على سؤال: هل يجب أن نخاف أم لا؟ للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور يحيى مكي، اختصاصي وخبير في علم الفيروسات. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، تحياتي لك يا سيدي الكريم ولكل مشاهدي الكرام، وتحياتنا لشعبنا العزيز السوري في كل مكان. وإحنا عندنا جالية سورية في أوروبا وفرنسا ما شاء الله من إطارات وأطباء وأساتذة، فنشكركم ونفتخر بكم ونعتز بكم. أهلا بك وشكرا لك. بداية خلينا نحكي أكثر عن الفطر الأسود، ما هو الفطر الأسود وكيف تتم الإصابة به؟ الفطر الأسود، أشكركم على تطرقكم لهذا الموضوع المهم جدا في حالة كوفيد. هو الفطريات هي مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، مثل الجراثيم، مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات. فالفطر الأسود هو من ما يسمى بالفرنسية الشامبينيون، وعدة أنواع منها، فهي حاليا موجودة، وخاصة موجودة في كل دول العالم، لكن تنتشر وتصيب خاصة المواطنين الذين هم في حالة الفقر وسوء التغذية وعدم وجود أنظمة وأطر صحية. بينما في الكوفيد 19 ظهرت، وظهرت حتى في الدول الكبرى مثل الهند، الحالة الأولى من حالات كانت ظهرت في العراق. لكن كيف ظهر؟ ظهر خاصة عند الذين عندهم فقدان في المناعة. كما سنتطرق لهذا الموضوع دكتور، ولكن كما ذكرت أنت تم ربط الفطر الأسود بأنه أحد مضاعفات كورونا الهندية كما يطلق عليها البعض، ما صحة هذا الكلام؟ نعم، لأنه الكوفيد 19 الفيروس سارس كوف 2، وخاصة هذا ظهر مع النسخة الدلتا الذي هي قوية الانتشار وصعبة في الأثر وفي التكاثر، قوية في التكاثر، قوية في الانتشار وكذلك في الضرر، وأصابت حتى الشبان والصغار. لأنه الفيروس عندما يصيب الإنسان في معظم الحالات يوقع فيه التهاب حاد في مكونات البروتينات السيتوكاين التي هي تدمر مكونات الرئة، وتذهب من ذلك إلى القلب وتعطي أزمة قلبية حادة أو كبد حادة أو التهاب حاد، وخاصة التهاب في الرئتان. بينما في معظم الحالات يقع فيه ضعف في المناعة، سقوط المناعة، الخلايا اللمفاوية باء والخلايا اللمفاوية تاء والماكروفاج وكل الخلايا المناعية الكويرات البيض تنقص عند المصاب بالفيروس. وعندما تنقص فهو يكون عنده ضعف المناعة، فكل ما هو موجود مثلا تكاثر فيروسات الهربس عند المصابين، لأنه كلنا عندنا الهربس، فينشط من جديد ويعطينا في بعض الحالات زونة أو يعطونا التهاب الإبشتاين بار فيروس أو سيتوميغالو فيروس. لكن الفطر الأسود هو ظهر خاصة عند فقدان المناعة، سواء فقدان مناعة وراثية عند الأطفال المراثية، لكن معظم هم الذين زرع لهم قلب أو كبد أو كلى أو رئة أو بنكرياس ولهم دواء لنقص المناعة مدى الحياة، فهنا ظهرت الفطر الأسود. وإذا انتشر عند إنسان فيبدأ بإصابة في الجلد، ومن ثم ينتشر ويمر إلى الدماغ ويصيب الأعين. ولذا رأينا بعض الحالات، حفظنا الله وإياكم وحفظ الشعوب وشعبنا العزيز السوري وإخواننا السوريين والسوريات، حفظهم من هذا، فيلتهب ويدمر الأنسجة، سواء أنسجة الجلد أو الأعين أو الدماغ. ولذا كان الوفاة تقريبا ما بين 24 ساعة إلى 72 ساعة بعد الإصابة والانتشار، لأنه يمر إلى الدماغ والأنسجة الدماغية ووقع التهاب حاد. هذه في الأمور المتقدمة أو المراحل المتقدمة. كما ذكرت دكتور، إذن بالنسبة للفطر الأسود هو يصيب من مناعتهم ضعيفة جدا بعد إصابتهم بكوفيد، ولكن أيضا هناك عندما كنا نحضر للحلقة أيضا الكورتيزون الذي يستخدم في علاج مرضى كوفيد، هل له دور أيضا في انتشار الفطر الأسود؟ نعم، أحسنت سيد جدا سيدي الكريم، لأنه الكورتيزون في بعض الحالات أصبح الإنسان يأخذونه هكذا. الكورتيزون يعطى الديكزاميتازون بالضبط، يعطى إلا للمرضى الذين هم
في حالة ظهور المرض عندهم، لكن نحن في بعض الدول وفي بعض الشعوب يعني خوفا من أن يصل إلى حالة الإنعاش والعناية المركزة يأخذه وهو بدون أثر المرض عليه، إنه حامل الفيروس، فهذا يسبب ضرر خطير جدا ويسبب له الالتهابات ويسبب له سواء انتشار الفيروسات الأخرى أو العدوى الفيروسات الأخرى، انتشار البكتيريا، عدد بكتيريا مثلا البسودوموناس الكورنيباكتر الكليبسيلا وكذلك الفطريات. ولذا وجدنا الفطر الأسود عند أشخاص بدون فقدان مناعة أصيبوا والتهبوا بهذا الفيروس وحتى توفيوا بهذا حفر الفطريات. فلذا أشكرك على الملاحظة القيمة سيد الكريم، الديكزاميتازون والكورتيزول ما يؤخذ إلا عن طريق الطبيب، والطبيب يعني يشخصه للمريض الذي له أثر المرض وهو في المستشفى حتى لا يصل إلى العناية المركزة والإنعاش وإلى الوفاة. فهنا الفرق، ونحدد هذا ونؤكد هذا، بينما في بعض الحالات عند إخواننا اللاجئين الذين لم يتلقحوا منذ سنوات، الذين ليست لهم أنتوبيوتيك، عندهم كذا، فنظرا للتدني المعيشي في المخيمات وعدم النظافة والمياه الراكدة والتربة، لأنه هذه الفطريات موجودة في التربة سيد الكريم، فالإنسان إذا هو مريض ولم يجد فراش ويبقى جالس على الأرض وينام على الأرض، فربما تأتيه هذه الفطريات من الأرض ومن التربة المعدية وتصيبه ويصبح في خطر. إذن الفطر الأسود موجود كما قلت، موجود في مناطقنا بشكل عام، وهل صحيح أننا جميعا بمرحلة من المراحل تعرضنا للفطر الأسود ولكن جهازنا المناعي تغلب عليه؟ أحسن جدا، أنا أشكرك لأنك رفعت لي مستواي في العلم من هذه الناحية. فنعم، نظرا كلنا متعرضين للفطريات، لأنه في الفطر الأسود لكن في عدة فطريات، حتى نبسط للمشاهد الكريم، علبة الطماطم أو المعجون التي حتى تتركها في البراد، إذا تركتها مفتوحة بدون غطاء بعض أسبوع أسبوعين، فتجد فيها كل هذه الفطريات التي تكونت من الفوق، أو حتى حبة الطماطم أو حبة البرتقال. فهذه الفطريات التي موجودة متعودين عليها نحن في الأكل، حتى ربما الأم أو الأخت أو الزوجة عندما تريد أن تطبخ وترى هذه الفطريات فتمسحها بمعلقة وتنزعها وتستعمل باقي الطماطم ولا خوف منه. لماذا؟ لأنه عندنا مناعة بفضل الله سبحانه وتعالى تحمينا، وربما يكون في إسهال ربما، لكن تحمينا، لأنه في الطبخ ب 150 درجة تموت هذه الفطريات ونستطيع أن نأكل الأكل، لكن هو المفروض أن نرمي هذا الأكل الذي انتشر فيه الفطريات. طيب، أو المعجون أو طماطم. نعم. أو دكتور، بما أنك تطرقت لهذه النقطة المهمة، مثلا أحيانا الفاكهة أو الخضار جزء منها يكون عليه عفن، أي نعم. نوع من أنواع العفن، قطع هذا الجزء هل يكفي؟ أم يجب أن نرمي بكل القطعة؟ هذا سؤال. السؤال الآخر بالنسبة كما ذكرت مرطبانات البندورة أو رب البندورة، أيضا أحيانا تتكون طبقة من العفن، هل يكفي أن نزيل هذه الطبقة ونستخدم الباقي أم يجب أن نرميه؟ أيضا هناك نوع من الأجبان مثلا تتكون عليها طبقة من العفن، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ نعم، أشكرك واتحت لي الفرصة عن طريق شاشتكم الكريمة وحصة علمية حقيقية، ونوصي بصفتنا كعلماء وأخصائيين ونشكر شاشتكم الكريمة. حقيقة كل ما يظهر عليه فطريات أو مرض، إن كان فيروس أو إن كان، لكن الفيروس لا نراه بالأعين، لكن معظم هي ما يسمى شامبينيون، شامبينيون يعني الفطريات. نعم، هذا من واجبنا أن نرمي كل العلبة أو نرمي حبة الطماطم أو البرتقال، لكن لا نرمي الباقي الذي لم يلتمس. بينما إذا كان فيه فقراء ولا يجدون ما يأكلون ولهم إلا هذه العلبة الطماطم الذين يستطيعون أن يتبخون بها، أو إلا هذه الفاكهة، حبة فاكهة، لا يجد ما يأكل أو يموت جوعا، فعلى الأقل نخفف عليه العبء أن إذا قطع نصف البرتقالة أو نصف التفاحة أو نصف البصلة وطبخ، إن كان يطبخ، إن لم يطبخ لا يؤكل سيدي. الفاكهة ترمى، أي فاكهة، لأن الفاكهة تؤكل طازجة يعني بدون طبخ، بينما كل ما يطبخ إذا توجهنا إلى إخواننا الفقراء اللاجئين أو في الدول الفقيرة، لأن شاشتكم ترى من طرف العالم في إفريقيا ما وراء الصحراء، إن كان فيه فقر أو لاجئين أو ولا يجدوا إلا هذه ليس الفاكهة بل الخضر، والتمست حبة أو اثنين
فنرميها ونبقى بالباقي لا عليه. إن كانت علبة معجون أو طماطم أو فعلينا أن ننظف ونطبخ إلى 150 درجة يعني مطبخة مغلوقة حتى نزيل كل الفيروسات والميكروبات. لكن الأصح والأنصح والأجدر هو رمي هذه العلبة حتى نتفادى عدوى وعدوى عائلة أو إسهال عام أو عدوى إلى مخيم بأكمله أو إلى مستشفى أكمله أو وهذا من النصيحة الأحسن. نعم، ولكن نعود ونذكر أنه في حال أي شخص تناول هذا الفطر أو يعني أثر عليه من ضمن الغذاء بدون ما ينتبه، طالما أنه مناعته جيدة فهو لن يصاب بأي مرض، صح؟ إلا إذا ظهر عليه، يستطيع أن يظهر عليه إسهال أو عدوى جهاز تنفسي، فهنا عليه فورا بالطبيب حتى يعطيه أنتيبيوتيك. الحمد لله في هذه الفطريات عندنا مضادات حيوية التي تحمينا منها، فنذهب إلى الطبيب ونأخذ. لكن المشكل عند المريض المزمن، كل من هو مريض سرطان ويأخذ الدواء الكيميائي أو الأشعي بالأشعة، كل من هو مريض زرع له كلى قلب كي أو مرض السرطان، وعندنا كثيرا نحن في الدول العربية تضعف المناعة فهذا لا يأكل هذا، وإن أكله خطأ وظهر عليه، لأن الإصابة تكون أكثر، فعليه بالفور الذهاب إلى الطبيب حتى يعالج بالمضادات الحيوية ونحميه. لكن كل مريض بالكوفيد لا يأكل أي أكل التمس ونظر إليه ولاحظ فيه عدوى أو نقطة سوداء أو إشارة بأنه فيه غلاف من الميكروبات أو من الفطريات. نعم دكتور، ابقى معنا، وأيضا مشاهدينا سنتعرف على أنواع الفطر الأسود وأعراضه في هذا الإنفوغراف. دكتور، كما شاهدنا في الانفوغراف، يعني هذا المرض أو الفطر الأسود يصيب مناطق مختلفة من الجسم، من الكلى إلى الرئتين إلى الفك أحيانا، وقد يصل إلى الدماغ كما ذكرت. كيف يتم تشخيص المرض؟ أولا، هو كل إنسان مصاب بالكوفيد أو بفقدان مناعة ويكون له حمى وأثر في الجهاز التنفسي، نقص في الجهاز التنفسي، عليه أن يزور الطبيب فورا ويذهب إلى الإسعاف في الطوارئ، مصلحة الطوارئ، حتى يفحص ويقوم له بعينة سواء من الأنف الفم أو حتى من الرئتان، يأخذ منه ماء الرئتان الميكوز الذي هو لعاب خثير شوية، حتى نفحصه في المقبر. وعندنا فحوصات للفيروسات، فحوصات للبكتيريا، وفحوصات للفطريات حتى نشخصها. فإن وجدنا هذا فيعطى له العلاج فورا، لأنه إذا وصلنا حتى يظهر المرض في الجلد أو في الأعين أو فهنا تأخرنا في يعني مرحلة متأخرة من العدوى، وهنا معناه الفطريات مرت بالدم، وإذا مرت بالدم فتمر إلى كل أنسجة، وهنا لا قدر الله الوفاة تكون تقريبا 90 إلى 95% من الوفاة وإصابة. وخاصة ما يوقع الذي له فقدان مناعة مع الكوفيد، هو يصبح يتنثر منه الجلد والعضو كأنه أوقع عليه الأحماض، يعني الأسيد
سيتريك او الاسيد كلوريدريك مثلا، الحمض الكلوريدريك على القماش مثلا كيف يتناثر. فلذا كل من له حمى وهو له فقدان مناعه، سواء فقدان مناعه مكتسبه او فقدان مناعه عن طريق الاعضاء او علاج كيميائي او اشعي او بسبب الكوفيد، فعليه ان يذهب الى الطبيب فورا وتقوم له فحوصات. لكن اذا ظهر اي اشاره على الجد، علامات زرقاء، نكون قد تاخرنا في حال ظهرت اي علامه. اذا كانت التهاب خفيف فورا، لكن اذا كان فيه جرح وجرح ازرق، لانه هذه الفطريه تاكل الاكسجين وتسيء الى مكون الاكسجيني في الجلد او في الاعين او في الانف او حتى في الشوارب، فهنا يصبح نقص الاكسجين فتخطو ويصبح تقريبا كالذي تقع له جلطة وتخثر الدم في الجسم. ماذا يقع لتخثر الدم؟ وهذا ما رأيناه بسبب الكوفيد، ما بين أثر الكوفيد على الإنسان المصاب هو التهاب في الأيادي وفي الأرجل وفي الجلد بسبب تخثر الدم، فعدم وصول الأكسجين فتصبح زرقاء إلى حتى سوداء، وهذا بتخثر الدم. فإذا زدنا على هذا الفطريات والفطر الأسود فيكون أثر شديد والتهاب شديد ودمار للخلايا والأنسجة سواء أنسجة الجلد أو القلب أو الرئة أو الدماغ. وبالتالي يجب اكتشاف الفطر الأسود مبكرا حتى نقي المريض الإصابة إلى مراحل خطرة. أحسنت سيدي، لكن ما نوصي به إخواننا العلماء والأطباء في سوريا وفي كل الدول التي تشاهدنا، هو إذا لاحظنا حالة واحدة فنعلم بأن الفطر موجود في هذه المنطقة، إن كان مخيم أو إن كان مستشفى أو إن كانت مدينة من المدن العريقة السورية الكريمة الأبية، فعلينا أن نقوم بفحوصات لكل المنطقة ولكل المرضى بالكوفيد، ونحذر وزارة الصحة ومديرة الصحة في الولاية أن تقوم بالفحوصات، ولما لا تعطي دواء احتياطي يعني استباقي لكل مرضى في المصلحة الذي ظهر فيها عند مريض واحد، وإن كان في حي أو مخيم فنفحص ونعطي الدواء، لأن الدواء موجود وسهل ورخيص الثمن، ليس غالي مثل دواء ضد الكوفيد أو دواء ضد الإيدز أو دواء ضد التهاب الكبد باء أو سين. نعم، هل ينتقل من شخص إلى آخر؟ سنسمع إجابتك دكتور بعد فاصل قصير، ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا بكم من جديد. كنا نتحدث مع الدكتور حول أعراض وإصابة مرض الفطر الأسود، ولكن هل ينتقل دكتور من شخص إلى آخر؟ طالما أنت ذكرت أنه في حال ظهر في منطقة معينة فقد تكون هذه المنطقة موبوءة. نعم، هو موجود كما ذكرت في الهواء، في التربة، في الإسمنت. فالمصابين قبل الكوفيد، من هم المصابين قبل الكوفيد؟ الأكثر الإصابات تظهر في عند في المصالح عند المرضى الذين لهم فقدان مناعة كما ذكرت، سواء لهم سرطان ويعالجون بالدواء الكيميائي والأشعي، سواء الذين زرع لهم عظم الأعضاء وعندهم دواء دائم مدى الحياة لنقص المناعة، وهذا منهم الأسبرجيلس مثلا، هذا نوع من الفطريات الأسبرجيلس التي هي في الهواء، توجد في الأنف، في الفم، في الرئتان، وحتى بعض الأحيان في الأيدي والجلد. ولكن هل هو معدي دكتور؟ هل ينتقل من شخص إلى آخر؟ نعم نعم نعم. كيف؟ ولذا عن طريق التنفس كالكوفيد 19، عن طريق التنفس، عن طريق اللعاب، عن طريق العطس، عن طريق الندى الذي يخرج من الأنف والفم، ونحن في فصل الخريف والشتاء فيستطيع أن يمر. ولذا أوصي إخواني الأطباء وخاصة رؤساء المصالح الذين يعالجون المرضى الذين لهم فقدان مناعة، وخاصة الذين لهم سرطان في الدم الإبيضاض الحاد، الليوكيميا الحادة، الإبيضاض الحاد، سواء الليوكيميا عند الأطفال أو الليوكيميا عند كبار السن أو أي سرطان، خاصة هذا لأنهم نزرع لهم النخاع العظمي وهذا يكون لهم فقدان مناعة شامل تقريبا 100%. إذن كل من مناعته منخفضة يجب أن يحذر من هذا الموضوع. ولكن دكتور يعني تناقضت الآراء، البعض يقول بأنه لا ينتقل من شخص إلى آخر، وبعض الدكاترة يقولون ينتقل، يعني شوي الناس ضاعت، ما الأصح؟ لا لا
لا إن شاء الله عن طريق هذه الحصة الكريمة نعطي المعلومة الحقيقية. أنا اختصاصي في العدوى وفي الفيرولوجيا وكالاختصاص مدة سنوات درست أكيد، ولكن نحن نحاول أن نثبت المعلومة عند الجمهور. نثبت المعلومة، وينتقل من شخص لشخص، وينتقل كذلك إذا التمست علبة من العلب وأنا كنت عطست ولم أمسح أنفي بالمنديل والتمست بهذا واخترقت هذا عليه الفطريات وعطيتها إلى أخ، فالأخ يلتمسها ويلتمس أنفه أو فمه فيستطيع أن يعدي هذا. وخاصة نحن نعلم بأنه عند المرضى الذين هم في العلاج لبيضاض حاد أو لزرع كلى أو لزرع قلب في الأيام الأولى لا نترك الزيارة إلا عن طريق نافذة أو عن طريق الكاميرا بالبورتاب مثلا بالتليفون النقال، يتكلم الأهل مع المريض وخاصة إن كانوا أطفال صغار حتى لا نأتيهم بالعدوى. في عدد كبير من الفيروسات وبكتيريا والفطريات، فالفطريات تتنقل من شخص إلى شخص سيدي الكريم عن طريق الهواء والتنفس. وبالتالي نحن نستطيع أن نحمي أنفسنا، أو خطوات الوقاية بشكل عام هي نفسها خطوات الوقاية من كورونا، الكمامة وعدم لمس الأشياء وغسل اليدين وهذه الخطوات المتعارف عليها. عندك إضافة؟ وخاصة من يزور المرضى سيدي الكريم. نعم، ختاما دكتور، يعني حابين نسمع منك والمشاهدين كلياتهم هلأ بانتظار، أنه هل يجب أن نخاف أو هل يجب أن نهلع من الفطر الأسود؟ لا سيدي، هي حالات نادرة ظهرت في العراق، ظهرت في الهند، ظهرت في عمان، سلطنة عمان، ظهرت بعض الحالات في دول أخرى، لكن الحمد لله فورا ما أخذنا زمام الأمور ويعني أوقفنا العدوى وعالجنا المرضى وعالجنا حتى العائلة أو الحي أو المنطقة، فالحمد لله لا خوف ولا هلع. هو النظافة كل من لم يلقح وموجود اللقاح فهذا ذنب عليه، يحاسب، لأنه اللقاح ضد الكوفيد 19 يحميك ويحميك من الفطريات ويحميك من العدوى ويحميك من الوفاة. فمن هو له الإتاحة للقاح فعليه أن يقبل اللقاح واللقاحين مهما كان اللقاح صيني جرعتين. روسي بريطاني أمريكي جرعتان مهما كان بريطاني. إن لم يريد التلقيح فعلى الأقل يصغى لنا ويطبق النصيحة، هو القناع، تطهير الأيدي وخاصة قبل إتيان الأيدي إلى الأكل أو الشرب أو مسح الأعين أو الأنف أو الفم والتباعد المسافي. وعلينا أن ندعو أن يحمينا الله سبحانه وتعالى ويرفع عنا هذا الداء وهذا المرض، وأن يحمي شعبنا العزيز السوري في داخل آمين. سوريا وخارج سوريا الحبيبة علينا. شكرا لك، إن شاء الله صحة وعافية إن شاء الله لنا ولكم. شكرا لك جزيل الشكر الدكتور يحيى مكي، اختصاصي وخبير في علم الفيروسات. شكرا لك. شكرا لك. إلى آخر الأخبار العلمية والابتكارات الطبية، نشرت مجلة الدماغ السلوك والمناعة الأمريكية دراسة أجريت على الفئران تفيد في مضمونها بأن الأطعمة المصنعة مثل اللحوم المعلبة والسمن النباتي يمكن أن تسبب عجزاً في الذاكرة خلال فترة قصيرة لا تتعدى 4 أسابيع. وحسب الباحثة روث باريونيتوس المشرفة على الدراسة، فإن سرعة ظهور آثار تناول الأطعمة المصنعة على الفئران تجعلنا ندق ناقوس الخطر، خاصة وأنها تشير بشكل واضح إلى أن استهلاك الطعام المصنع يسبب تدمير الذاكرة ويزيد احتمالات الإصابة بأمراض مثل الزهايمر. وأضافت الباحثة أننا بحاجة للابتعاد عن الأطعمة المصنعة والتركيز على الأغذية الغنية بأوميغا 3 من أجل تجنب الأمراض التنكسية العصبية أو على الأقل إبطائها. ربطت دراسة أجراها باحثون من جامعة أوميو السويدية بين تناول المضادات الحيوية وسرطان الكولون بشكل مباشر. فحسب الدراسة التي أجريت على أكثر من 40,000 مصاب بالسرطان، فإن تأثير المضادات الحيوية على الميكروبات التي تعيش في الأمعاء قد يكون السبب وراء خطر الإصابة بسرطان الكولون الصاعد.
وجد الباحثون أن كلا من الرجال والنساء الذين تناولوا المضادات الحيوية أكثر من 6 أشهر معرضون للإصابة بهذا النوع من السرطان بنسبة 17% أعلى من أولئك الذين لم يتناولوا مضادات حيوية. تعتبر نسبة الزيادة التي رصدها الباحثون صغيرة، لكنها ذات دلالة إحصائية وتستند على دراسات سابقة أيضاً حاولت إثبات تورط المضادات الحيوية بأنواع عديدة من السرطان أبرزها سرطان الكولون. قضى خبراء في كلية الطب بجامعة واشنطن دراسة تربط بين توازن ساعات نوم الإنسان ومشكلة التدهور الإدراكي. خلصت هذه الدراسة إلى أن البالغين الذين لا ينامون باعتدال، أي لفترات طويلة أو قصيرة، يعانون من تدهور قدراتهم الإدراكية. تتبع الباحثون الوظائف الإدراكية لمئة شخص كبير في السن على مدى عدة سنوات حسب ما نقل موقع العربي الجديد. قاموا بتحليل مستويات البروتينات المرتبطة بمرض الزهايمر وقياس نشاط الدماغ في أثناء النوم، وتوصلوا من خلال التجربة إلى وجود علاقة وثيقة بين النوم ومرض الزهايمر، كما علق المؤلف المشارك ديفيد هولزمان أستاذ علم الأعصاب على هذه النتائج بالقول: كان من المثير للاهتمام بشكل خاص أن نرى أنه ليس فقط أولئك الذين لديهم فترات نوم قصيرة، ولكن أيضاً أولئك الذين لديهم فترات نوم طويلة يعانون من تدهور إدراكي أكثر، وهذا ما يشير إلى أن نوعية النوم قد تكون أساسية في قدرات الأشخاص الإدراكية. لهون بنكون خلصنا أخبارنا الطبية وبتكون خلصت حلقة راشدتا لهذا الأسبوع. تبقوا بخير، إلى اللقاء.